لما تشوف شخص انت من زمان مو شايفه وسمن او متن، ما له داعي تروح تقول له يا فلان انت شنك سمنت او خير متنت. فكرة اللحم اللي داخل هذه البرجر هو عبارة عن ستيك، يعني مو لحم برجر هو ستيك، عشان كذي سعر البرجر هذا يعتبر غالي. والله اكلوا استانسوا بحياتكم، الله ما خلقكم علشان تشيعون الاكل قدامكم حارمين نفسكم منه. ليش يا حلو وزني 1000؟ عادي مجيد مكان. لاحظ انك قبل الحجر تاكل لحالك وفي الحجر برضو تاكل لحالك، معناها ترى الغلط منك. لا احب الاختلاء بحالي، اجلس انا وحالي. اليوم عندنا وجبه صغيره، يعني نحن قبل العشاء راح يكون في مقطع ثاني في العشاء بتصغيرة شوية فطاير.